تك بالصبحيه على لمع الميه يا لطيف يا صباح الخير مشاهدينا من جديد. كيف نتحكم بأبعاد الوجه وكيف نبرز علامات الجمال في وجهنا؟ راح تكون معنا اليوم أخصائية التجميل سارة دراس لتحكي لنا أكثر عن هالموضوع ونعرف منها الكثير والكثير. صباح الخير سارة. صباح النور. كيفك؟ صباح الخير حبيبتي. أهلا فيكي. صباحك سعيد. سارة احكي لنا بداية، هلأ كلنا بنعرف أنه أشكال الوجه مختلفة من دائري ومربع وبيضوي، فنحن حابين نعرف منك أكثر لكل شكل وجه شو طريقة الميك اب أو طريقة تحديد الكونتور المناسبة لإلها. تمام، هلا عندنا هون الموديل تقريبا نعتبر وجهها هو مدور مع شوي مربع من هون. تمام، عندنا أكثر من وجه، اللي هو عندنا الوجه المدور وعندنا الوجه اللي بيجي مطاول اللي هو نحيف والوجه اللي بيقولوا له قلب حب اللي هو بيجي عريض من قدام وعريض من فوق، سوري، من عند الجبين ومن هون بيجي أصغر. وهي هي أول وجه المربع. نحن عندنا اليوم الوجه المدور. يس، اللي هو مدور شوي مربع من هون. تمام، فهلأ رح نعملها كونتور ونشوف قديش إحنا بنقدر بالكونتور نظبط الوجه بحيث إنه يبين مش مثلا عريض. لطيف. تمام، لأنه هون عندنا شوي مدور. تمام، فهلأ أهم إشي بالكونتور قبل أي كونتور لازم نستخدم الألوان اللي هي بتكون ناتشورال طبيعية أكتر. تمام، فلازم نكون كتير حكيمين بإننا نختار لون الكونتور بحيث إنه يبين طبيعي، مش يكون شوي على، مش يكون أورنج أو يكون جري يعني سكني أكتر. يكون ناتشورال أكتر. بالضبط، ناتشورال. فهلا اول ما نبلش انا شخصيا ببلش مثلا بهذا اللون عشان يعطي الوجه انه لون طبيعي وكمان ما يبين الكونتور انه فجاه كونتور وخط، هذا يكون كله مدموج سوا. فمنبلش بهذا اللون، راح اشرح هون ونطلع فيه لفوق. اللطيف انك عم تستخدمي باودر بالكونتور مو ليكويد. هلا شخصيا انا كثير بفضل الباودري، الكونتور الباودر، لانه الكريمي شوي مع الوقت ممكن يروح، وثاني شيء التحكم بالباودر كثير احسن. اكيد. و ببين ناتشرال اكثر زي ما حكيتي بالاول. يعني الموديل فيروز جميله يعني، فكل شيء حيطلع عليها لطيف. هلا في عندنا هون اللي هي هاي المنطقه اللي عندها شوي مبينه، ممكن انها نخفيها بانه بنبلش بنحط هون. ما بتعتبر هاي العظمه من علامات الجمال برايك؟ امبلا، بس احنا بدنا نحكي لانه في مرات الناس بحبوا يخفوها، بتعرفي كل حدا عنده شغله بحبها. اكيد. ودائما بالتصوير هي اوريدي حتبين، بس بالتصوير هيك بتكون اخف الفوكس عليها يعني. مزبوط. بتكون ال تمام. هلا رح نحكي عن الجبين. تمام. هلا في ناس هلا هون الجبين شوي عريض من هون. عريض. تمام، بس من هون لا يعني، فانه احنا برضه هلا هذا كله اللون اللي عم نبلش فيه اللي هو اللون الاساسي مش لون الكونتور اللي هو اللون اللي حيعطينا اللوك الناتشرال. تمام. نفس الوقت ناخذ من هون. ومن عند الشعر عشان يبين انه مدموج مع الفاونديشن. اوكي. هلا رح ننتقل للانف. تمام، الانف هو قبل شيء. بالنسبه قبل الانف اوكي، عن ايش حتحكي هلا؟ هلا رح ناخذ هذا اللون اللي هو الكونتور اللي هو هون كثير ناتشرال، ناخذ منه وبنحط لجوا اكثر يعني ما بنطلع فيه كثير. نحن هلا عم نستخدم الالوان الغامقه. بالضبط، هلا بنستخدم اللون الاغمق اللي هو لون الكونتور. الفاتح لسه ما وصلنا له. لا لسه الهايلايت ما وصلنا له. تمام. بنفس الوقت هلا بالكونتور برضه بنحدد هون الدقن.
الدقن مهم انه يكون بارز. بالضبط. وعشان هون في مرات ناس من مثلا تكون مبينه بنخفيها من هون. تمام. طيب بالنسبه للانف ساره، هلا الانف يعني اغلب البنات الانف عندهم بيعانوا منه من مشكله انه هو اكثر شيء بارز واكثر شيء واضح في وجه البنت، ودائما بتكون حابه انها تبرزه او تصغره، فايش نصيحتك؟ للاسف ومرات الشيء بياخذ اتجاه غلط انه كثير بنحط كونتور على الانف او ببين انه احنا كثير عاملين كونتور للانف او خط او شيء، اهم شيء بالانف انه لانه هو بيجي بوجه البني ادم فانه لازم شوي يبين ناتشورال اكثر. هلا انا راح اورجي التكنيك اللي انا بستخدمه بالانف. اول شيء باخذ لون اللي هو من هذا الغامق. تمام. وبحطه هون عشان يرفع يعني الانف لفوق. زي النوز شوب. بس بطريقه طبيعيه. هلا باخذ هذا اللون اللي استخدمته اول شيء عشان يبين الوجه ناتشورال وبحطه هون بس بطريقه كثير خفيفه. تمام. هلا باخذ اللون اللي هو طبيعي الكونتور الطبيعي وبعمل خط. هلا الحلو بهذا الكونتور انه ما يعني ما بتحتاجي انك تدمجيه كثير، هو بيعطي باودر. بالضبط. هو بيعطي اللوك هذا. هلا انا بالعاده بس اخلص شوي هيك بعمل اوكي. هذا الهايلايتر. يس. هلا للناس اللي بيعانوا من العظمه ما يحطوا على العظمه اي نوع من الهايلايت، تبرزها اكثر لانه بس الاماكن اللي حواليها اللي نازله اكثر بنحط عليها شويه هايلايت عشان ترفعها. لطيف. فبيبين الستريت. تمام. أوكي. طيب ننتقل للشفاه ولا للخدود، ايش رايك؟ انت بايش بايش خلينا نحكي عن الخدود عشان اخر شيء ححط لبستك حاول كيف انه بيقدر يكبوا شفايفه. تمام. باللبستك معناته نحكي عن الخدود كيف نبرزها او كيف نخليها ظاهره. بالضبط. هلا انا بالعاده ما بحب احط كونتور عشان ابرز هذا، باخذ هذا اللون نفسه اللي اخذته بالبدايه ومن هون نعمل هيك. فهيك بيبين الخد بشكل مدور ومن فوق طالع اكثر. ايوه بالضبط. هلا كمان هون نسينا عند الجبين انه برضه بالكونتور. هلا عرفنا كيف رح نبرز الخدود، ننتقل هلا لموضوع الشفاه، كيف الشفاه بدنا نخليها تكون واضحه اكثر او جميله اكثر، لانه برضه في بنات بتكون شفايفهم صغيره وبيحبوا انهم يبرزوها. مزبوط. هلا انا باخذ لون كونتور برضه ناتشرال وبحطه تحت الشفه اللي تحت. بالضبط بهاي المنطقه. تمام. هلا اوريدي هون بينت انه الشفه شوي هيك طالعه لبرا سريع. هلا نفس الشيء بعمله بالشفه اللي فوق. اوريدي صاروا مبينين انهم اكبر من هذا التكنيك اللي بنعمله لتكبير الشفايف. الحلو بالتكنيك انه هو طبيعي اكثر من ما هو يعني كيف بيقولوا ليكويد ودهانات واشياء. هو كثير سهل. كله هو طبيعي. كثير سهل. هلا راح احط الهايلايتر قبل ما نبلش نحط الليبستيك. الهايلايتر بيجي بالعاده فوق الكونتور وعلى العظمه بالضبط اللي تحت. هلا على الانف نفس المكان اللي حطيت فيه هايلايت هذا شو بيختلف؟ هذا هايلايت اللي هو فيه لمعه اللي أوكي. هو بيعطي اضاءه. اللمعه بالغالب بنستخدمها المساء اكثر من النهار ولا؟ هلا انا من الناس اللي بيحبوا الهايلايت فانه بتلاقيني انه بصراحه بستخدمه بالجهتين كل الاوقات، بس انه يكون بشكل طبيعي هذا اهم شيء ما يكون اوفر. هلا خلينا ننتقل لللبستيك. يس. رح استخدم انا الليب لاينرز اليوم عشان حيكون بالشرح كثير اسهل. اوكي. حاخذ هلا هم الوان مختلفه درجات. بس باخذ انه اللون الاغمق. تمام. وبحدد نبدا بالاغمق. ايوه.
اللون الثاني ايش راح يكون؟ اللون الثاني راح يكون لون افتح منه شوي. هلا انا بستخدمه ك برضه ليبستيك، لما اخذ اللون الافتح راح اعبي فيه الشفايف. اوكي ساره، هلا انت حتكملي لنا موضوع الشفاه، راح نروح نشوف رعد وبنرجع لك. تمام حبيبتي، شكرا لك، شكرا على استضافتك حبيبتي. لا راجعين لك عشان نشوف النتيجه النهائيه. اوكي حبيبتي. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا مع ساره، اكيد راح نرجع عشان نشوف النتيجه النهائيه. مشاهدينا نحن لهون وصلنا لختام فقره لايف ستايل، خلينا نشوف النتيجه النهائيه كيف صارت وكيف ابراز ملامح الوجه كيف بتكون بالطريقه الطبيعيه والناتشرال. فرح احكي لنا بس رساله صغيره لكل البنات انه كيف الميك اب بيكون ناتشرال احلى ما يكون زياده وود. هلا رساله للكل انه دائما ما يستخدموا الميك اب بالطريقه الغلط، تكون استخدام الميك اب بالطريقه الصح. كل حدا وجهه بيعبر عن شخصيته، فاحنا مو حلو نحكي هاي الشخصيه بالميك اب، فخلينا طبيعيين احلى. اكيد اكيد. شكرا لك ساره، سعيدين جدا فيكم.